الحقيقة في بداية الزيارة كانت محبة السيد المحافظ وكل القيادات في المحافظة، واستقبلونا بمحبة فياضة ومن القلب. وكان لازم لا نغادر بني سويف إلا ما نيجي في جلسة شكر وجلسة محبة أخرى تجمع كل القيادات بفضل السيد المحافظ، يجمعهم ويا بعض كده، ونستمع إلى كلمات طيبة تعبر كلها عن محبتنا الشديدة للوطن مصر. هذه صورة طيبة لنا كمصريين من صعيد مصر، من هذه المحافظة العريقة، محافظة بني سويف، والمحبة الموجودة اللي بتجمع كل القيادات اللي فيها. وأكبر دليل على هذه المحبة جلستنا المشتركة وحديث الجميع، وكلنا بنقعد نتغزل في جمال مصر. نصلي من أجل مصر صباحا ومساء، ونصلي من أجل كل المسؤولين فيها في كل مكان، واثقين أن المستقبل هو من أجل مصر. عالمية لها إسهاماتها كثيرة ومؤثرة في العالم، هي دي يعني الصورة دي، هي مصر، هي المحبة، احنا قوتنا في وحدتنا. السادة الحاضرين، احنا هنرحب بيه بيته، كل واحد وانا يعني الحقيقة عشان وقته، ونسمع احنا محتاجين نسمع منه اكتر مما نتكلم، فهندي الضيوف كلها تعبر في كلمة يعني مقتضبة عشان ندي فرصة للجميع يتكلم، ونديله الفرصة ان احنا نسمع منه الحكمة والرؤية. الرسالة الثانية، عايز اقول للعالم الخارجي ان مصر وحدة واحدة، وحدة وطنية، ليس بالكلام فقط ولكن بالفعل. حديث ان حضرتك تنتقل ليهم، وفرحة استقبال حضرتك اللي كانت عريبة والتغير، فعلا الفرحة دي انا شخصيا حسيت بيها زي اي مواطنة مصرية كانت حاضرة امبارح الفصل بصرف النظر عن القدس. نحن كلنا خريف مراحل، ونحن نقف بالمقصار والأزهر الشريف بوسطيته المعهودة، يقوم بواجبه بفضل الله تبارك وتعالى نحو الإخوة الأخبار، نحميهم بصدورنا ونحميهم بأرواحنا، وهذا من كتاب ربنا وسنة نبينا. شعب السويف وقيادات الأزهر الشريف ترحب بقدومك. وشكرا لمعالي المهندس الوزير محافظ بني سويف شريف حبيب، وشكرا لكل الذكريات وكل العبارات وكل الترحيب اللي فعلا من قلوبكم ومن قلب المحافظة، ويشترك فيه الجميع، رجال الدين الإسلامي والنواب والمجلس القومي للمرأة والمحبة الفياضة. أنا عايز أتكلم وياكم في ثلاث نقط رئيسية. واحد، الوطن غالي. الوطن هو الذي يضمنا جميعا، ولما أقول كلمة وطن ويكون الوطن ده الأرض اللي احنا عايشين عليها، يعني أذكر التاريخ وأذكر الحضارة وأذكر الغنى اللي موجود في مصر. خدوا بالكم إن احنا عايشين هنا ويا بعض مسيحيين ومسلمين قبل ما تكتشف أمريكا وقبل ما يكتشف العالم الجديد. كانت على أرض مصر توجد المساجد والكنائس والجميع يشترك في عبادة الله قبل ما تتعرف قارات في العالم زي قارات أمريكا وقارات أستراليا وأمريكا اللاتينية. وده يبين قد إيه الوطن اللي إحنا ننتمي إليه وطن غالي للغاية. دي نقطة الأولى، الوطن غالي، ومن أجل الوطن يصنع الإنسان أي شيء. وإن كنا النهاردة بنحتفل بيوم الشهيد في مصر ونتذكر كل الشهداء كل في مجاله، ونتذكر أبناء مصر اللي قدموا أغلى شيء الدم من أجل أن مصر كوطن تصير بهذه الصورة الجميلة عبر التاريخ. الأمر الثالث، الوطن غالي، ونمرة اثنين، مصر هدية للمصريين، وده
باعتبار امتياز من عند الله. ودايما اقول عباره مهمه: اذا كانت كل بلاد العالم في يد الله، فمصر بالذات في قلب الله.